مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب حلقه النهارده هي تكمله لموضوع الوحي اللي احنا بدانا نتكلم فيه الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي يمكن اتكلمنا عن أكثر من نقطه مهمه جدا في تناولنا لموضوع الكتاب المقدس والاعلان الالهي وايضا الوحي الالهي قبل ما نبدا النهارده نتكلم عن المفهوم الصحيح بس ان انا الخص شويه اللي قلناه الحلقه اللي فاتت علشان لو في حد من المشاهدين الكرام ما كانش اتفرج على حلقه الاسبوع الماضي يبقى اكنه بيتابع معانا الحلقه دي ايضا. كلمنا الاسبوع الماضي عن الاعلان الالهي وقلنا انه الاعلان الالهي اعلان الله شمل حاجتين كان في او بطريقتين في اعلان عام وفي اعلان خاص. وكلمنا عن الاعلان العام انه اعلان الله عن نفسه من خلال ثلاث حاجات، ان الله اعلن عن نفسه من خلال الطبيعه، سماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، كمان خلال الضمير الانساني الله ايضا وضع بصمه خاصه في الانسان، هذه البصمه ايضا هي مصدر الاخلاقيات او لما نقول الـ الـ الاخلاق العامه اللي موجوده انه كل الشعوب وكل السنه مهما اختلفت دياناتها او عباداتها لكن بتتفق على اشياء عامه انه السرقه حرام القتل حرام الحاجات دي كلها فدي ده ده الضمير الانساني اللي الله اعلن ايضا من خلاله الانسان والتاريخ البشري كله من بدايته الى نهايته بيعلن عن ان هناك اله يسير هذا التاريخ من نقطة أ إلى نقطة ب. أما الإعلان الخاص، قلنا الإعلان العام طبعًا مش كافي لخلاص الإنسان لأنه بيعلن عن وجود الله وبيعلن عن سرمدية الله وعن أيضًا حكمة الله وخلق الله وإن الله خالق، لكنه مش كافي إنه يعلن مقاصد الله وخطة الله وإنه الإنسان خاطئ وإنه الإنسان محتاج للفداء وإنه الفداء تم في يسوع المسيح، فعشان كده احتاجنا إلى الإعلان الخاص، الإعلان الخاص هو. اعلان الله عن نفسه عن طريق التواصل المباشر بينه وبين الإنسان فمن خلال المعجزات والعجائب اللي صنعها الله دي جزء من اعلان الله الظهورات الإلهية كلها الأحلام والرؤى اللي تكلم من خلالها الله الكلام المباشر أيضا الله تكلم مباشرة وقال الله في كلمة حقا قال الرب أو العبارة وقال الرب موجودة في الكتاب المقدس أكثر من أربعة آلاف مرة ذكرت هذه العبارة في الكتاب المقدس وأخيرا طبعا اكتمال الإعلان في شخص الابن الحبيب شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وكلمنا أيضا عن أن هناك مفاهيم خاطئة عن الوحي وقلنا أنه مفاهيم الخاطئة دي آآ آآ يعني مفاهيم ليست هي المفهوم الكتابي عن الوحي فكلمنا عن وحي المفهوم أو الكونسيبت أنه البعض بيقول أنه ربنا إدى فكرة وترك الكاتب يعبر زي ما هو عايز يعبر فالحواشي والكلام اللي بيقوله الكاتب مش فارق كتير على قد ما وصول الفكرة الى المستمعين هو اللي فارق، ما دام انه وصل الفكره سواء بقى قال حقائق تانية او امور اخرى صح غلط لخبط في التاريخ، لخبط في الجغرافيا، لخبط في امور علميه، ده مش هو الـ الـ المهم، المهم ان ربنا اداله فكره وتركه هو يعبر عن الفكره دي بالطريقه اللي هو شايفها واللي كتب بيها، وعشان كده قلنا ان المفهوم دون مفهوم غير صحيح نهائي عن الوحي لانه الـ الله بيتواصل بالكلام وهنتكلم عن الجزء ده ونشوف انه الافكار اللي بيقولها الله افكار بيقولها في كلمات والكلمات دي تحت سلطان الروح القدس بيكتبها الكاتب في نصوص فوحي المفهوم الوحي الإملائي طبعا هو دي اكتر موجوده في الاسلام انه 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 الغى يعني شخصيه الكاتب فشخصيه الكاتب ليس لها اي قيمه سواء فهم ولا ما فهمش سواء آآ آآ يعني آآ ربنا بيلغي نهائي بيلغي عقله بيلغي فكره بيلغي مشاعره بيلغي شخصية نهائية ومجرد انه آه مجرد انه بس ربنا بيملي عليه وهو قاعد آه يكتب اللي ربنا بيملي عليه قلنا فيه نصوص كتيرة في نصوص كثيرة في الكتاب المقدس بتتصف بال بالاملائيه يعني سفر اللويين والوصايا العشر وغيره النصوص كلها املائيه لكن السمه العامه للوحي الالهي في الكتاب المقدس ليست هي الاملائيه او الدينمكية الديناميكيه الوحي الطبيعي انه البعض بيقول انه فيش حاجه اسمها وحي، هم بعض الكتاب الموهوبين في الامور الدينيه زي ما كتب شكسبير في القصه وفي وزي ما كتب نجيب محفوظ في اللغه العربيه، دول ناس موهوبه، فكتاب الوحي او كتاب الاناجيل او كتاب الاسفار الكتابيه ناس كانت موهوبه في الكتابات الدينيه. فليست لها علاقة بالله ولا 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 الأمور دي كلها اللي 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 احنا بنتكلم عنها، فالوحي هو وحي طبيعي، موهبة في الكتابة، موهبة في التعبير. وقلنا إنه طبعًا الفكرة دي غلط لإنه كل اللي كتبوا في الكتاب المقدس قالوا إنه ده كلام الله، وقالوا إن اللي احنا بنقوله هو كلام الله، فما كانتش موهبة طبيعية. في نفس الوقت الكتاب المقدس بيقول لنا كل كتاب هو موحى به من الله فالفكره دي فكره غير صحيحه الله استخدم المواهب اللي موجوده في بعض الكتاب لكنه هذه المواهب كانت تحت سلطان وارشاد الروح القدس الوحي الروحي طبعا او ممكن نسميه الوحي الجزئي او الوحي الروحي بمعنى انه البعض بينادي النهارده يقول لك انه الوحي هو كل ما يتعلق بالله فهو امر معصوم، اما ما يتعلق بالامور الاخرى اللي مكتوبه في الكتاب المقدس فقد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطا، بمعنى انه اي حاجه مرتبطه بالله، اي حاجه روحيه مرتبطه بالله ده امر معصوم، حقيقه معصومه، اما بقى تكلمنا عن الأنساب تكلمنا عن الخلق تكلمنا عن التاريخ تكلمنا عن مواقع معينة وأماكن معينة تكلمنا عن أحداث معينة دي كلها الكاتب ممكن يغلط فيها ويقدمها بصورة خاطئة المهم أنه فيما يتعلق بالله هو الصح طبعا الفكرة دي فكرة يعني فكرة خاطئة وفكرة خطيرة جدا لأنه أولا خطورتها بتنبع من الاتي بتنبع من فصل الكتاب المقدس وكانه الامور التاريخيه غير الامور الروحيه والامور اللي اعلنها الله سواء في الطبيعه او غيره غير الامور اللي اعلنها الله عن شخصه وكانه يعني محتاجين كتاب جديد مقدس يفصل لنا ويحط لنا هؤلاء المنادين بهذه الفكره يحط لنا في على الاقل بالاحمر ما يظنون انه مرتبط بالله وما يظنون انه غير مرتبط بالله يحطه لنا باللون الاسود علشان احنا نفهم. الحاجه الثانيه انها بتجعل من الانسان هو السلطه العليا يعني انا اصبحت السلطه العليا انا اللي بقرر لما اقرا نص كتابي انا اللي بقرر ايه اللي مرتبط بالله وايه اللي مش مرتبط بالله فبقبل ده وبرفض ده وطبعا انا بختلف عن غيري وغيري بيختلف عن غيري فهناك صار الانسان هنا صار الانسان هو السلطه العليا اللي بتحكم على كلمة الله وعلى ما هو معصوم وعلى ما هو غير معصوم وقلنا أن الفكرة دي خطيرة جدا مع أن البعض بينادي بيها النهاردة لكنها فكرة خطيرة فكرة بتنفي الوحي الإلهي وأيضا بتجعل من الكتاب المقدس ليس الكتاب الذي له السلطة العليا والنهائيه او الكلمه الاولى والنهائيه لكنها بتجعل من الانسان هو صاحب السلطه انه يحكم على كلمه الله. إيه لكن بقى نيجي النهارده الى طيب بعد ما اتكلمنا عن المفاهيم الخاطئه دي كلها عن الوحي، ما هو المفهوم الصحيح للوحي في الكتاب المقدس؟ يعني قلنا انه الوحي الاملائي غير صحيح قلنا ان الوحي الطبيعي غير صحيح قلنا الوحي الجزئي غير صحيح قلنا ايضا ال الوحي الـ الفكرة ان ربنا بيوحي بالفكرة او الموضوع البعض بيطلق على الوحي الموضوعي ايضا فكرة او وحي غير صحيح ايه بقى المفهوم الصحيح للوحي في الكتاب المقدس احط بعض التعريف المهمه لانه بهذا التعريف نقدر ان احنا نوضح المقصود بحقيقه الوحي في الكتاب المقدس الوحي هو التاثير الفوق طبيعي للروح القدس يبقى الروح القدس هنا له دور كبير واساسي في الوحي يبقى هو التاثير الفوق الطبيعي للروح القدس على كتاب الاسفار المقدسه والذي يجعل كتاباتهم هي التسجيل الحقيقي والصريح والصحيح لاعلان الله حتى ان ما كتبوه هو كلمه الله. يعني الروح القدس هنا سلطانه وسيادته سلطان كامل وسياده كامله على الكاتب البشري. وهو بيكتب يعني لما داود بيكتب بيقول الرب راعيه فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربدني الى مياه الراحه يردني هو داود هنا بيكتب تحت سلطان الروح القدس هو بيكتب بسيطره كامله من روح الله الى للدرجه ان كل ما يكتبه هو بالضبط اللي الرب عايزه انه يتكتب فبالتالي هو بيسجل التسجيل الحقيقي والصحيح لإعلان الله حتى أن ما كتبوه هو كلمة الله ده مفهوم مهم جدا وتعريف مهم جدا للوحي وده اللي بيخلي المفهوم المسيحي مختلف عن أي مفهوم آخر وعن المفاهيم الأخرى اللي ذكرتها الخاطئة عن الوحي تعريف تاني للوحي قاله بنجامين وورفيلد وهو كان أستاذ معروف في جامعة برينستون قال التأثير فوق الطبيعي على كتاب الأسفار المقدسة من الروح القدس ليكون ما يكتبون له المصداقية الإلهية يبقى هو التأثير زي ما قلنا في التعريف الأولاني الفوق الطبيعي على كتاب الأسفار المقدسة منين؟ من الروح القدس عشان كده يقول كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس فالروح القدس حفظهم من الخطا الروح القدس ضمن ان ما يكتبون هو بالضبط ما يريد الله منهم ان يكتبوا وبالتالي بيحمل المصداقيه الالهيه تعريف ثالث وهذه التعريفات اللي يمكن بتحمل نفس الفكره لكنه هي للتأكيد تأكيد الحقيقة عن الوحي الإلهي الوحي هو سيادة وده قاله إدوارد يونغ الوحي هو سيادة الروح القدس على كتاب الأسفار المقدسة ونتيجة لهذا تتصف الأسفار المقدسة بالسلطان الإلهي والمصداقية ولأنها تحمل السلطان الإلهي والمصداقية فهي خالية إيه؟ من أي خطأ لأنها بارشاد الروح القدس وتحت سلطان الروح القدس، فبالتالي حملت المصداقيه الالهيه، ولانها تحمل المصداقيه الالهيه فهي خاليه من اي خطا. التعريف الاخير اللي هحطه هنا وهو تعريف للاهوتي معاصر اسمه وينج رودم، وقال انه سياده الله وتحكمه في الكاتب البشري. يبقى سياده الله طبعا هنا مقصود ايضا الروح القدس وتحكمه في الكاتب البشري مستخدما شخصيته واسلوبه في الكتابه وده جزء مهم جدا لما بنيجي الى الوحي انه الله استخدم الشخصيه واستخدم ايضا الاسلوب اللي اللي عند الشخص في الكتابه حتى يكتب بدون اي خطا اعلانه للانسان وبذلك تكون كل كلمه يكتبها الكاتب البشري هي بالضبط كلمه الله التي سجلت في المخطوطات الاصليه. كويس؟ فانا عندي هنا انه سلطان وسياده الله على الكاتب البشري، مستخدما شخصيته واسلوبه في الكتابه، حتى انه كل ما يكتب يكتبه بدون خطا ويسجله بدون خطا، حتى تكون هذه الكتابه هي كلمه الله التي يكتبها الله من خلال الكاتب البشري هي بالضبط كلمة الله التي سجلت في المخطوطات الأصلية الأربع تعريف دول مهمين جدا لأنه الأربع تعريف دول بيشتملوا عناصر بيتفقوا عليها الأربعة وده هو الفكر المسيحي عن الوحي أن الوحي هو سيادة وسلطان من الروح القدس على الكاتب البشري ومستخدما شخصيته واسلوبه يعني عشان كده نجد مثلا لؤى في كتاباته مختلف عن بطرس ويوحنا في كتاباته مختلف عن آآ آآ عن آآ عن بولس نجد مثلا داود في كتاباته مختلف عن موسى نجد سليمان في بحثه عن الحكمة وكلامه عن الحكمة مختلف شوية عن داود بنجد أشعياء في أسلوبه مختلف أيضا عن آآ مثلا صموئيل في كتابته لأسفاره فالكاتب هنا الرب استخدم شخصيته لكن تحت سلطان وسيادة الروح القدس إلى أن للدرجة أن كل كلمة بيكتبها الكاتب هي كلمة الله التي يريد الله أن تكتب وأن تحفظ لأجيال وأن توصل للعالم كله طيب في طبعا خمس حقائق مهمة جدا عن الوحي والحقائق دي هي اللي بتجعل أيضا مفهوم المسيح عن الوحي مختلف عن مفهوم الإملاء أو المفهوم الإسلامي عن الوحي. أول حاجة في الجانب الإلهي. هذا الجانب الإلهي بنراه في سيادة وتحكم روح الله بالكامل على الكاتب. إنه روح الله بيتحكم ويسود على الكاتب البشري. في طبعاً الجانب البشري هو إنه الكاتب الذي يكتب يكتب بأسلوبه. كل واحد بيكتب بأسلوبه اللي ربنا عشان كده في جزء مهم جدا وهو إعداد الله للإنسان. ولخدامه ولرجاله الأنبياء ولتلاميذه كان جزء مهم جدا عشان كده موسى تهذب بكل حكمة المصريين عشان كده كان داود أيضا شاعر ومرنم وكتب لينا بأسلوب سليمان باحث عن الحكمة كل هؤلاء كتبوا بأسلوب مميز مختلف عشان كده بنجد هذه السمة موجودة في كلمة الله في الستة وستين سفر اللي كتبهم اكثر من 40 كاتب على فتره تتراوح ما بين لا تقل عن 1500 سنه النص بقى النص اللي هو النص نص تفاعل سياده الله وتحكمه مع الكاتب البشري النص الناتج هو نص خالي من الاخطاء. هو نص خالي من الاخطاء. ودي نقطه مهمه جدا. لانه اذا هو في اخطاء يبقى احنا بنط... بن... بنقول ان دور الروح القدس هنا لم يكن دور كافي وانه الله لم يحفظ الكلمه، لكنه النص الناتج هو نص خالي من اي خطا. الوحي بقى بيشمل ايه؟ بيشمل الكلمات، عشان كده الوحي في مفهومنا المسيحي هو وحي لفظي، والوحي اللفظي يختلف عن الوحي الاملائي. وحابب اوضح الفكره دي لانه البعض بيقول لنا طب ما الوحي اللفظي زي الوحي زي الوحي الاملائي لا الوحي اللفظي مختلف عن الوحي الاملائي الوحي الاملائي اكتب وممكن يقول ما انا بكاتب بس اكتب فيبدا يكتب فاهم مش فاهم مدرك مش مدرك عقليته شخصيته مختفيه وملغيه تماما ملهاش اي دور كويس اما الوحي اللفظي فالكاتب البشري لما الله استخدم موسى انه يكتب كويس تحت سلطان الروح القدس فكل ما كتب موسى هو بالضبط اللي الرب اراد انه يكتب وانا دايما اقول يعني ربنا لما بص الى اللي كتبه موسى تحت سلطان الروح القدس ما قالش ياه لو موسى كان استخدم الكلمة دي بدل الكلمة دي كان المعنى وصل ما عندناش الفكرة دي لكن تحت سلطان الروح القدس الروح القدس هو ايضا الذي ارشدهم هو اللي, اللي خلاهم يختاروا الكلمات التي يريد منه منهم ان يكتبوها كويس بالضبط وبالتالي لما خرج عندي نص خرج عندي نص كويس في جانب الهي سياده وسلطان وفي جانب بشري اسلوب مختلف لكنه نص معصوم من الخطأ نص ما فيهوش اخطاء النقطة الأخيرة الوحي ينطبق فقط على المخطوطات الأصلية يعني ما تجيش النهاردة تقول لي اصل المخطوطة دي بتقول كذا لو الترجمة دي بتقول كذا والترجمة بتقول كذا وهنتكلم شوية عن المخطوطات لما يعني ندخل في الجزء ده باذن يسوع في حلقه في حلقات قادمه، لكنه الوحي ينطبق على المخطوطه اللي كتبها الكاتب الاصلي. حابب ارسم برسم توضيحي اوضح الفكره عن المسيحيه عن الوحي. عندنا اول حاجه شخص الله هو اللي بياخد المبادره. هو المبادر. كويس؟ بيعلن الله بيعلن عن افكار في فكره هو اللي بيعلن عن هذه الامور هو اللي بيعلن عن مشيئته هو بيعلن عن صفاته هو اللي بيعلن عن مقاصده هو اللي بيعلن عن خطته فالله بيعلن كويس هذا الاعلان يطلق عليه الاعلان الالهي فالله زي ما قلت الله اعلن اعلن عن نفسه في الطبيعه اعلان عام واعلن عن نفسه بصفه خاصه في معجزات وايات وفي ظهورات وفي رؤى واحلام وفي كلام مباشر وفي شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد، فالله بيعلن اعلن الله لنا هذه الامور اعلنها لمين؟ الله اعلنها للانسان تواصل مباشر مع الانسان كويس؟ اللي هو الكاتب البشري الله أعلن أمور لموسى الله أعلن أمور ليشوع لي الله أعلن أمور لصموئيل الله أعلن أمور لإشعياء الله أعلن أمور لمتى لمرقس للؤى الله أعلن هذه الأمور أعلن هذا الفكر اللي عنده أعلنه للبشر فهنا بيأتي دور الكاتب البشري كويس الوحي بقى الوحي هو انتقال فكر الله من للوحي للفكر البشري الى الورقه يعني يعني الله اوحى اللي عنده مقاصده للكاتب البشري الوحي هو البروسيس هو العملية عملية تسجيل وكتابة ما أوحاه به الله أنه يكتب في ورقة يكتب ويطبع يكتب في مخطوطة كويس عشان كده بيجي هنا دور الروح القدس انتقال اللي اعلنه الله انه الى 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 مخطوطه الى كتابه ياتي الروح القدس هنا بسلطان كامل وسياده كامله على الكاتب للدرجه ان ما يكتبه الكاتب الناتج هنا هو نص بوحى به من الله نص خالي من كل الاخطاء. واضحه الفكره؟ فالحقيقه دي مهمه جدا في فهمنا للوحي المسيحي، الله افكاره بيعلنها للانسان وبعدين تحت سلطان الروح القدس الانسان بيكتبها الناتج نص موحى به من الله ونص خالي من الاخطاء. طبعا النص ده هنا في في عمليه تانية أو جزء تاني للرسمة دي هو مش موضوعنا النهارده أن النص اللي قدامي ده استنارة الروح القدس بتوصله إلى قلب الإنسان يعني القارئ أن الروح القدس أيضاً بيعمل فيه أنه يعطي للإنسان استنارة لفهم لفهم المكتوب يبقى كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ وللتقويم والتأديب الذي في موحى به من الله كل الكتاب كل الكتاب عشان كده بنقول ان الوحي هو وحي لفظي كلي لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وكلمة مسوقين هنا في اللغة الاصلية بتشير الى حاجتين بتشير الى الدفه التي تحرك السفينه فهي فالروح القدس هو ال الذي يحرك السفينه يمينا او يسارا وتشير ايضا الى الى مجرى مياه عندما تلقي فيه قطعه من الخشب تحمل هذه القطعه مع المياه المتحركه فالروح القدس هو الذي يحرك الكاتب هو الذي يسود هو اللي يقود في كل ما يكتب في امور مهمه طبعا واحنا بنتكلم طبعا ممكن المشاهد يقول لي طب اه اوكي دلوقتي كل الكتاب موحى به من الله كويس والكتاب المقدس هو كلمه الله بس انا حابب اوضح عده امور علشان ما عندنا لبس في فهمنا لكلمه الله امور مهمه مختصه بالوحي وعصمه الكتاب اول امر مهم جدا القول بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله لا يعني وأحط هنا خطين ثلاثة لا يعني أن كل كلمة أو عبارة موجودة في الكتاب المقدس قالها الله هي كتبت بإرشاد من الروح القدس لكن لا يعني أن كل كلمة وكل عبارة قالها الله يعني يعني ده غير يعني غير الكتابات الأخرى يعني مثلا ما أجي إلى سفر التكوين وهروح لاصحاح ثلاثه من سفر التكوين كويس وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة يبقى هنا من اللي قال للمرأة الله أم الحية الحية فهنا عندي في كلمات مش بتاعة الله هي كلمات بتاعة الحية اللي هو إبليس كويس وما إيه بقى أن الكتاب المقدس كلمة الله أن الله صادق في تسجيله لنا في كل ما قيل في الكتاب المقدس ان الوحي حفظ الكلمة صادقة في كل ما تصفه وفي كل ما تتكلم عنه مع انه الكتاب بيحوي كلمات كثيرة يعني مثلاً فرعون قال وهيرودس قال وبيلاطس قال ويعني أناس أناس أشرار كثيرين قالوا وكلماتهم مسجلة في الكتاب المقدس زي ما كلمات أيضا الحية في سفر أيوب كلمات الشيطان فلما بنقول إن الكتاب المقدس هو كلمة الله لا نعني لا نعني بما نقول أن كل كلمة كتبت موجوده فيه هي كلمه قالها الله لكن كل كلمه موجوده هي كلمه اراد الله ان تكون موجوده اراد الله ان تكون موجوده وتحت سلطان الروح القدس كتبت هذه الكلمات ده 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 معنى مهم قوي علشان ما يبقاش عندنا آه لخبطه في فهمنا للوحي آه يبقى اول دي دي اول حقيقه دي اول حقيقه نتفق عليها كلنا كويس كل كل باحث كل محب لكلمه الله يعلم جيدا انه لما بيقرا الكتاب المقدس اه الكتاب المقدس مليان اقوال الله يا الله بيقول حاجات كثيره مباشره لكنه ايضا الكتاب المقدس هو كلمه الله وبمعنى ان الروح القدس اراد واوحى ان تكون هذه الاحداث مسجله لنا لأن كل ما كتب كتب من أجل تعليمنا نحن. فأراد الله أن تكون والروح القدس حفظ الكاتب وهو يكتب فلما بيكتب الكاتب أن الحي مش بيكتب لنا بقى أسطورة قديمة اتبناها وخدها من الثقافات البابلية القديمة فأتى بأسطورة قديمة وحطها وقال لنا ده يعني ده عمل الروح القدس الروح القدس قال لي إن أنا أكتب الأسطورة دي وكأنها حقيقة مع إنها مش حقيقة. ده كلام خزعبلات ده كلام يعني اهانه لكلمه الله لكنه لما كتب الكاتب عن السقوط وعن ادم وحواء كتب لنا حدث حقيقي اعلنه الله للانسان وكتب تحت سلطان الروح القدس لأن هذه الحقيقة مرتبطة بخلاصنا كبشر حاجة تانية يبقى الحقيقة الأولى أنه قولنا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله لا يعني أن كل كلمة بنقراها هي الله نطق بها كويس لكن الله قصد بالروح القدس أن تكون مكتوبة كمان الوحي بيتضمن كلمات كثيرة قالها رجال الله القديسون قالوا أراءهم أرو مشا... أرو... كتبوا لينا مشاعرهم حتى لو كانت هذه المشاعر مخالفة للحق الإلهي يعني يعني مثلا لما موسى يطلب الموت لنفسه أو إيليا يطلب الموت لنفسه هل ده يتماشى مع الحق الإلهي مع مع إعلان الله؟ لا بس الكتاب كان صادق في إنه يكتب لينا ويسجل لينا مشاعر هؤلاء حتى لو كانت هذه المشاعر غلط يعني لما يجي مثلا ايوب ويفتح قلبه للرب ويعني ويتكلم مع الله ويقول له طب انا عملت ايه انا انت يعني طب طب كلمني طب حكي معايا طب حكمني ولا لما يجي مثلا داود ويقول لماذا تنساني كل النسيان الله ما بنسيش حد كويس. لكن لما يجي مثلا حتى زي ما قلت زي ما موسى طلب الموت لنفسه وإيليا طلب الموت لنفسه وايوب أيضا طلب الموت لنفسه كتاب صادق في انه يكتب لنا ويسجل لنا مشاعر هؤلاء حتى لو كانت هذه المشاعر لا تتماشى مع كلمة الله فكتاب أيضا صادق في هذا الأمر أختم جزء مهم اخر انه الوحي بيسمح باستخدام الكاتب البشري اللي مراجع ومصادر من أين أتى متى بسلسلة نسب الرب يسوع من أين أتى لوقا بسلسلة نسب الرب يسوع من أين أتى كاتب سفر التكوين بالأجناس وبالشعوب وبهذه الأمور هذه الأمور كانت موجودة وهو استخدم هذه المراجع بسلطان الروح القدس لكي ما تكون مصادر في كتابته للوحي الإلهي فكل ما كتب كتب بإرشاد الروح القدس طيب أخذ مكالمة ونكمل مع بعض اه اخذ مكالمه من ابو مهند ألو؟ مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا مساء, مساء الخير تحيه تقدير واعزاز بالأخ الدكتور اشرف عزمي اهلا وسهلا بك نكهه نكهه جديده لكلمه الله ما احلى قولك لحنك احلى من العسل لفمي مزمور 119 أكثر أكثر أكثرنا يعلم ما تكلم به المرنم هنا إثارة عند قراءة كلمة الله وشريعة كثيرا ما نكتشف بعض الجفاف في حياتنا عندما لا تكون الأمور على ما سؤالي فماذا علينا أن نفعل في هذه الحالات؟ آمين هذا تلك الحالات اذا شعرنا بالجفاف طيب وشكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك اخ شكرا لك اخ مهند ناخذ مكالمه اخرى الاخ زيتوني من تونس اخ زيتوني هلو. الو الو عسلم الدكتور عزم ايوه تفضل اخ زيتوني شكرا بالله تقول بان الكتاب المقدس كله موحى من الله أيوة. ولكن بالله نعمل مقارنه هل المقارنه هل, هل تجدها بين القران وبين الكتاب المقدس وانت دائما تلاحظ عذاب الاسلام وان القران الرجاء الكلام كان على الكتاب المقدس او امور المسيحيه يقول في سفر التثنية وأنا سأوضح لك بأن الكتاب المقدس هو الذي يعترف بنفسه أنه محرف وأنا سأقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس لأن كلمة كتاب مقدس أو عهد جديد أو عهد قديم لا توجد في الكتاب المقدس ولكن عندما نقرأ ماذا يقول الوحي في سفر التثنية والآية والإصحاح أربعة والآية واحد يقول وعندما يحذر الله من شيء وانت تعلم ان الله عندما يحذر من شيء عندما يقول لا تزني او لا تسرق لان في علم الله هذا سيقع هذا الشيء في علمه ان هناك اناس سيزنون او سيسرقون اسمع ماذا يقول فالان يا اسرائيل اسمع الفرائض والاحكام التي انا اعلمكم لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا وتملكوا الارض التي الرب اله ابائكم يعطيكم. كويس. لا تزيدوا لا تزيدوا على الكلام الذي انا اوصيكم به أوكي. ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب الهكم التي انا اوصيكم بها أو الله لا تقاطعني كم من اخرى طيب كم آه، 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 انا مش انا ما أتعطكش انا ما اتعطاكش كمل كمل انا, أنا معاك يقول في ارميا والاصحاح 8 والايه 8 ماذا يقول؟ انت تقول بان الكتاب هم مسوقين بروح القدس ولكن هذا لا لا آه ينصبه كالكتاب المقدس ماذا يقول؟ يقول كيف تقولون نحن حكماء وشريعه الرب معنا حقا حقا انه الى الكذب حولها حولها قلم الكتب الكتب الكاذب الكاذب حولها هذا في كتابك المقدس طيب. طيب جميل طيب أنا بشكرك أولا على السؤال ده أول حاجة شكرا عفوا أول حاجة أنت اقتبست من سفر التثنية وسفر التثنية في تحذير فيه في تحذير هذا التحذير تحذير الله لشعبه لما يقول الله لشعبه لا تزيدوا على الكلام فهناك تحذير كويس هذا التحذير الالهي موجود في كل مش بس في, في الايمان المسيحي او اليهوديه موجود في كل الكتابات حتى في سفر الرؤيا يقول انه من يزيد يعني يزيد عليه الله الضربات فهناك تحذير الهي موجود على اي انسان يتلاعب بكلمه الله دي حاجة حاجة تانية لما نتكلم عن الأنبياء هنا في اللي رحت إلى إلى إلى, أرمية 8. مشكلة سفر أرمية كله أنه أرمية كان هو النبي الحقيقي اللي جاي برسالة من الله أما بقية الأنبياء اللي كانوا موجودين معاه وفي بعضهم أيضا من الكتبة أو من رؤساء الشعب كانوا أنبياء كذبة كل السفر بيتكلم عن كده الانبياء اللي بيقولوا اوعى تستسلم لبابل حارب بابل الرب بيقول لا انت تستسلم لبابل لانه الله اقر انك تستسلم لبابل وهو يحييك فالصراع كان ما بين مين النبي النبي الحقيقي واللي اتعذب واللي اترمى في البير واللي اتحط في السجن بسبب اعلانه لكلمة الله ام الانبياء الكذبة ايهما تسمع لكن ما كانش فيه تغيير في الكلمه المكتوبه واكبر دليل على كده هو انه ما يكتبه ارميه في سفره يعني لو كان في تغيير ما كانش ارميه كتب هذه الكلمات يا اخي زيتون لو حد هيغير حاجه كان يغير الاشياء اللي هي الدينه مش الاشياء اللي على مزاجه يعني أكتر حاجه ممكن اشيلها من اي كتاب الاشياء اللي الدني لو كانوا اليهود حبوا يغيروا كانوا شالوا أي شيء يدينهم بالكامل لكن كلمة الله مليانة دينونة ومليانة عقاب ومليانة يعني أمور واضحة عملها الله وأوصاف وصف بها الله شعبه عندما عصى وعندما أخطأ وده أكبر دليل على أن الكلمة المكتوبة هي كلمة الله وليس فيها تبديل أو تحريف فأنت ما عندكش دليل واحد على تغيير أو تبديل لكلمة الله، ما عندكش. كل ما يقوله المسلم وبما فيهم أنت أخ زيتوني، أنت تبني كلامك على افتراضات وليست على أدلة. أنت عندك افتراض فبتفترض هذا أنه بما أنه القرآن قال أنه الكتاب محرف يبقى أكيد الكتاب محرف. لكن ما عندكش برهان واحد مادي يعني أنا النهارده لو جيت ومسكت كتاب كتاب كتبه مثلاً هقول نجيب محفوظ كتب رواية أولاد حارتنا وبعدين جيت ولقيت نسخة من النسخ موجودة في بلد من البلاد وقالوا لي إن النسخة دي نسخة فيها تبديل وتحريف لرواية نجيب محفوظ اقدر اجيب النسخة القديمة واقدر اجيب النسخة الجديدة، واقدر احط ايدي على الاختلاف واقول انا عندي دليل مادي يقول لي انه في اختلاف، انت ما عندكش ولا المسلمين عندهم دليل واحد يقول ان الكتاب المقدس محرف، ولا دليل واحد. ولا دليل واحد. وكل الاختلافات اللي في المخطوطات دي ممكن نتكلم عنها دي اختلافات في الترجمات والى اخره، لكن لا يوجد دليل واحد. يقدمه المسلم يقول لي ان الكتاب المقدس لا تعرف امتى حرف امتى حرف ولا مين حرفه ولا اين النسخة الاصلية ولماذا حرف كل الفكر عندكم كمسلمين بما ان الكتاب المقدس مش بيتكلم عن محمد يبقى الكتاب المقدس حرف ده, ده كل الفكر اللي عند المسلم بما انه الكتاب المقدس كتاب مفهوش عن محمد والقران قال انه عيسى يشهد عن محمد يبقى اليهود ومعاهم ايضا المسيحيين حرفوا الكتاب وهذا ادعاء كاذب ليس له مصداقيه وهو افتراض موجود في ذهن المسلم فقط طيب معنا مداخلة أخرى معنا مكالمة أخرى الأخت سميرة ألو ألو <applause> أيوة صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بحضرتك ازيك حضرة القسيس أهلا وسهلا معي الدكتور أشرف أيوة معاكي الأخت سميرة اتفضلي أيوة ازيك يا حبيبي أهلاً وسهلاً برنامج بيك. رائع وكلمة ممسوحة من الرب ربنا يبارك وفعلا احنا كتابنا المقدس مش محرف لأن كل ما كتب به كتب بالروح القدس الناس اللي كتبوه كل شخصيه كل شخصيه أيوة. كتب فيها الكتاب المقدس هي بالروح القدس فمعندناش كتاب مقدس محرف ولا كلام محرف لكن عندنا كلام مكتوب بالروح ده صح. بس الشخصيات زي ما حضرتك كنت بتقول يا حضره القسيس من شويه ان كل شخصيه بتكتب بطريقتها صح. لانها شخصيه زي يوحنا مثلا بيكتب دايما وابدا تلاقي فيه اسلوب المحبه زي أيوه. بولس م. لما تعرف كل كتابات بولس أيوه. ان ده بولس كل م. واحد ليه شخصيته ده صح فعشان كده احنا مبسوطين جدا بالحلقة دي ربنا يباركك ربنا يباركك يديك المسيح نعمة ربنا يبارك. وقد ايه احنا بنستنى البرنامج بتاعك بأي طريقة عشان نتعلم بالروح القدس كلمات النعمة الخارجة من فمك بالروح ربنا يباركك ربنا يباركك يومك جميل ويكمل عمله المسيح في القناة وكل العاملين في القناة والأخ هارون وكل اللي بيشتغلوا فيها بركة ونعمة لحياتكم كلكم الرب المسيح بارك. معاك شكرا حبيبي ليكي. شكرا لك شكرا لك شكرا العفو طيب معنا مداخلة أخرى الأخ جورج من كندا سلام الرب يسوع سلام الرب يسوع معاك سلام الرب يسوع في الدكتور اشرف انا بتشكرك جدا وبتشكر اسلوبك الممتع انه نتمتع بكلمات عن كتابه الكتاب المقدس وبالروح القدس الموحى به لانه في اغلب حتى لو وجدنا في اغلب النقاط اللي انكتبت واللي شهدوا بها للرب يسوع قبل مجيئه ب 2000 سنه و آلاف سنه مم. آه من البداية إلى النهاية التي يستحيل أن تتحقق حتى بالماتيماتيكي في بالمليارات آه وقد أكدها الرّب يسوع حتى في المثال بسيط مزمور ال 22 الذي أيوه. تكلم به م. مزمور داود عن, عن عن عملية صلب الرّب آه. يسوع ويعني كيف الإنسان بده يتكلم إذا لم يكن ملهم عن شيء حتى أنه لا يحدث له دكتور أشرف إنه انه يقف الانسان عاجزا عاجزا يعني انه بيطلع بيشوف الكلمات وبيقارنها بعد أيوه. 2000 سنه او 1500 سنه مم. لما جاء الرب يسوع وتتحقق مره ثانيه انه حرفيا مو بس انه شيء مفتقد حرفيا مم. مم. يعني انا مع الاسف الشديد اخ دكتور اشرف انه بشوف هلا مثل اخ زيتوني واغلب الاخوه اللي بيسالوا معلش خليه يسال مو مشكله لا لا طبعا صدقني يا, يا دكتور ايوه دكتور اشرف انا صدقني انه صار لي سنوات كثيره من ايام بالتوك لليوم هذا وبسمع الاخوه المسلمين انا بشوف الانسان اللي نادرا ما يسال أيوه. هو اللي بيكون من العابرين والناس اللي بتقعد هلا مثل اخ زيتوني سنوات او الله اعلم عشر سنوات خمسة عشر سنه بيقعد بيسال بي... لانه مش فاتح قلبه مع الاسف أيوه. الشديد يقرا ويتعب أيوه. لهم اذان ولا يسمعون لهم عيون ولا يرون لانه قده اذا هو مش آه, مش مؤمن لا يستحيل ان تضع الا بالروح القدس انك بدك تفهم الـ الـ الكتابه، انا ما بدي اخذ وقتك لا لا, لا بالعكس يا اخي جورج ربي يباركك ربي يباركك ربي يباركك وأشكرك على مداخلتك وعلى توضيحك شكرا لك يا اخ جورج. طيب يبقى ايه بقى طبيعه الوحي الكتابي؟ وده الـ 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 اللي انا عايز اوصله النهارده لكل المشاهدين، الوحي الكتابي هو الوحي اللي بنسميه اللفظي الكلي، وأنا وضحت كلمة لفظي يعني إيه؟ غير إملائي من فضلكم، يعني ما حدش يجي يقول بما إنه لفظي يبقى املاء أنا ما قلتش كده، بقول إنه لفظي بمعنى إن كل كلمة كتبت في الكتاب المقدس هي الكلمة التي أراد الروح القدس أن تكتب وكتبت تحت إرشاد وسلطان الروح القدس، مستخدما أسلوب الكاتب. كويس؟ عشان يعني كده الكتاب لما يقول بقى كل الكتاب هو موحى به من الله كل الكتاب موحى به من من الله ثيو بون يوستوس كلمه موحى به الكلمه اليوناني قلنا الكلمه اليوناني دي بتعني انفاس الله بتعني انفاس الله وفي كل المرات اللي ذكرت فيها يعني في بنجامين uh, وورفيلد عمل دراسه عن الكلمه دي في الكتابات اليونانيه وقال لنا انه في كل مره استخدمت هذه الكلمه كانت تعني مفعول به بمعنى ايه؟ مش مش الله نفخ في المكتوب فصار موحى به لا ده المكتوب هو نفس الله نفسه وده فرق كبير يعني يعني غير ادم الله نفخ في ادم نسمة حياه فصار ادم نفسا حيه لكنه آدم كان عبارة عن مخلوق من التراب لكن هنا لما يقول أن الكتاب المقدس موحى به أن الكتاب المقدس نفسه هو أنفاس الله يعني هو, هو نفس الله هو أنفاس الله كويس وده حق اله التركيز هنا هو على حقيقه مهمه جدا وهي ان مصدر الكتاب المقدس ليس الانسان لكن الله مصدر للكتاب المقدس هو شخص الله نفسه الوحي هو وحي لفظي كلي طيب الكتاب المقدس لما نتكلم عن الكتاب المقدس انه هو انفاس الله بمعنى انه الله وليس كادم يعني نفخة الله وليس كآدم زي ما قلت الذي نفخ فيه الله فصار نفسا حية في الكتاب المقدس هو أنفاس الله التي سجلت وكتبت أنفاس الله التي سجلت وكتبت طبعا من المستحيل وانا بقولها مرة تانية للي بيؤمنوا بفكرة ان الوحي هو وحي المفهوم او الوحي الموضوعي ربنا ادى الفكرة الارمية وادى الفكرة الاشعياء وقال له بقى زي ما انت تكتب تكتب المهم ان انت ايه توصل الفكرة كويس آه الـ الـ من المستحيل فصل افكار الكتاب عن كلماته من المستحيل فالافكار هي الافكار التي نفخ بها الله والتي ينبغي ان تنال الطاعة الكاملة الوحي الكتابي لا يشمل لا يشمل الوحي الكتابي لا يشمل الكل فقط بل يشمل ايضا اللفظ ولهذا فهو وحي لفظي كلي. الكلمه عشان كده الرب يسوع كلم عن الحرف وكلم عن الكلمه الى ان تزول السماوات والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من المكتوب. نظره الرب يسوع للكتاب المقدس كانت نظره على ان كل كلمه كتبت هي الكلمه التي اوحى بها الله وكتبت. ثم تكلم عشان كده لما نيجي للفكره انه انه ال ان الله بيتكلم بكلمات وليس بافكار كويس ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات في خروج 20 نقول ان الله تكلم بهذه الكلمات ده بيقول النص الكتابي ما قالش ان الله تكلم بهذه او الله اوحى بهذه الافكار قال ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات إلهيم الوهيم كل كول بوريم كل الكلمات كل كلمه اتكتبت هي الكلمه التي اوحى بها الله. ما قالش انه دي افكار. الله عندما تكلم مع موسى تكلم بكلمات اي ان ما اراد الرب ان يوصله ويعلمه لشعبه جاء في كلمات وليس في مفاهيم او افكار كان على موسى ان يصغها بمعرفته. تواصل الله مع البشر بيؤكد حقيقتين مهمين جدا. الحقيقه الاولى ان الله تواصل مع البشر باستخدام كلمات منطوقه وليس من خلال افكار مفاهيم بدون كلمات. دي الحقيقه الاولى. الحقيقه الثانيه لم تكن اللغه البشريه عائقا امام الله في التواصل مع البشر، لان البعض يقول لك لا 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 اصله يعني الله اوحى وبعدين اللغه اللغه مش ما بتساعدش يعني اللغه غير معبره عن كل ما يريد الله فبالتالي هم استخدموا اشياء كانت موجوده وعبارات كانت موجوده من مجرد بس يوصلوا الفكره لكنه اللغه ما ساعدتهمش وده طبعا فكر غير حقيقي نهائي طيب وقال الرب لي ده كلام الرب لي ارميه يا أخي زيتوني كلام الرب الارمية قال له ها قد جعلت كلامي ما قالش افكاري ها قد جعلت كلامي في فمك والكلام هو جمل والجمل مركبة من اجزاء يعني فيها فعل وفاعل ومفعول به الى اخره فهي كلمات وضعت جعلت كلامي في فمك وايضا يقول في اشعياء وقد جعلت اقوالي في فمك وبظل يدي سترتك لغرس السماوات وتأسيس الأرض ولتقول لصهيون أنت شعبي ثم يقول أيضا قال الرب روحي الذي عليك وكلام الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك يحذر الرب أيضا الأنبياء من أي إضافة أو نقصان لكلماته زي ما ذكر الأخ زيتوني في تثنية أربعة لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها ويقول أيضا في أمثال لا تزيد على كلماته شهادة الرب يسوع أنا عندي شهادة الرب يسوع مهمة جدا لأنه لما الرب يقول حاجة أنا بعتقد أنه أنهى فيها الجدال إلا إذا بقى إحنا عندنا يعني جدال مع الرب يسوع نفسه وهذا الامر يعني في شك في طبيعه شخص الرب يسوع انه الكلمه الذي صار جسدا. لما الرب يقول حاجه اعتقد انه حلو جدا ان احنا كمؤمنين ندرك انه هو الفيصل فيما يقول. الرب يسوع ونظرته للكتاب المقدس سوري <applause> ولما اتكلم عن نظريته انا بتكلم ان الرب يسوع طبعا كان الوقت اللي موجود فيه كان العهد القديم. كان موجود موسى التوراه والانبياء والمزامير او الكتب الثلاث اقسام الاساسيه لل 29 39 سفر للعهد القديم اللي كانت موجوده. طيب فابتدا يقول لهم اللي قاله الرب يسوع انه اليوم قد تم هذا المكتوب يبقى الرب هنا بيشير الى الى نص موجود في اشعياء 61 انه الرب بيقول انه اليوم قد تم هذا المكتوب يبقى النبوة قالت عن الرب يسوع قبلها ب 700 سنة اليوم قد تم هذا المكتوب يبقى نظرة الرب يسوع مش لفكرة نظرة الرب يسوع الى نص مكتوب كتب وكلمات موحى بها من الله حاجة تانية وفيما كان الفرسين مجتمعين سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو فقالوا له ابن داود قال لهم طب انا عندي سؤال بقى اسالك سؤال يبقى كيف يدعوه داود بايه دي النقطه دي الكلمه دي مهمه جدا مفتاحيه فكيف يدعوه داود بالروح يبقى ما كتبه داود في مزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موتا لقدمي كتبوا داود بالروح القدس وده مفهوم الوحي الكتابي انه سيادة وسلطان الروح القدس على الكاتب لكي ما يكتب باسلوبه كل ما يكتب انه نص خالي من اي اخطاء فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. أما قرأتم في مرقس 12 هذا المكتوب وكانه بيقول ده كلمه الله أما قرأتم أما قرأتم ما اعلنه الله ايه بقى لأعلن الله؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. فكيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي ان يكون يعني كتب دي كلها هتكمل النبوات هتكمل زي ما قال اخ جورج تحقيق النبوات برهان على ايضا ان الكتاب هو كتاب الله وكان يعلم قائلا لهم اليس مكتوبا يعني الرب يسوع بيرجع للمكتوب مش بيرجع لافكار بيرجع لنص مكتوب هذا النص المكتوب هو كلام الله اللي قاله أليس مكتوبا إيه اللي مكتوب بيتي الله بيكلم بيتي بيت الصلاة يدعى للجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص أنتم جعلتموه مغارة لصوص تكرار الرب يسوع لمكتوب أو ما قرأتم ودي نقطة مهمة جداً بيؤكد من خلالها حقيقه جدا، الرب يسوع ما فرقش ما بين ما هو تاريخي وما بين ما هو ايماني وما بين ما هو نبوي. لانه دون الوحي الجزء اللي بيؤمن به البعض، انه ال ال فيما يتعلق بالله ده موحى به، لكن فيما يتعلق بالتاريخ وال والامور الاخرى دي ممكن تحتمل خطا، الرب يسوع في كل اقتباساته من العهد القديم اتكلم عن ادم، اتكلم عن حواء، اتكلم عن السقوط، اتكلم عن, اتكلم عن آه قايين وهابيل اتكلم الرب يسوع عن عن موسى اتكلم ايضا عن يونان اتكلم الرب يسوع اتكلم اقتبس حاجات كتير جدا من الكتاب المقدس من العهد القديم اتكلم عن شخصيات اتكلم عن احداث كثيره الرب يسوع في كل ما كان يقول ويقتبس من المكتوب وما قراتم كان الرب يسوع ما بيفرقش ما بين ال النبوي والتاريخي وال كان كله موحى به من الله كل الكتاب موحى به من الله مفهوم الرب يسوع عن الأسفار المقدسة هو أن كل جزء منها دون تميز على الإطلاق هو موحى به من الله فقال فالرب يسوع أعطى النص المكتوب سلطانا مطلقا فالمكتوب يتكون من كلمات ولهذا فلا بد أن يكون الوحي قد شمل الكلمات أيضا طيب أخذ مكالمة احنا عندنا بس أربع دقائق فضلين خلوني ثلاث دقائق فخلوني اخد مكالمه الاخت مارلين مادلين آه. الو الو يا الو الو الو, ألو. ألو. ايوه ايوه سامعك تفضلي مين دكتور اشرف ايوه اخت مادلين تفضلي السلام المسيح السلام أشترك. المسيح أنا آسفة بإنه أخرج شوي عن موضوعك بدي جاوب على الأخ زيتوني تفضل اللي بيقول إن أنه كتابنا محرف مع أنه قرآنه وإله الإسلام بيثبت أنه صح إذا رحنا لسورة القصص 48 و 49 يلي إله الإسلام بيقول لمحمد إنه يلي بيقولوا عن أهل الكتاب إنهم كفروا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يعني القديم الجديد أتبعه إن كنتم صادقين. Yeah. معناته عم بثبت صح. أيضا لكن وكان الكتاب المقدس لما إجى محمد منتشر بالعالم كله صح. أيضا نتحرف هالكتاب هاي اللي عم يحكي هو عنه يا. يا أشكرك يا أخت مدينة حبيبي شكرا لك على هالبرنامج الرائع أول مرة بتسمع له الرب يكون معك ويحفظك ربنا يباركك متشكرين كتير يبقى احنا ال الوحي الإلهي زي ما الرب يسوع كان بينظر إلى المكتوب وإذا الرب يسوع هو الإنسان الكامل والإله الكامل هو الذي يعلم كل شيء إذا كان الرب يسوع هو الله الذي ظهر في الجسد فهو يعلم تاريخية آدم وعدم تاريخية آدم لو الرب يسوع لا يعلم أن آدم وحواء شخصيات تاريخية ومجرد انها كانت اسطوره رمزيه، وبعدين يكلمني عنهم يبقى انا حاجه هنا انا اكثر حاجه يعني بنعملها لو قلنا كده انه اكننا بنطعن في لاهوت المسيح. الرب يسوع اتكلم عن تاريخ العهد القديم، رب يسوع اتكلم عن احداث، رب يسوع اتكلم عن نبوات، الرب يسوع اتكلم عن صفات الله ومعاملات الله، والرب يسوع نظر الى كل المكتوب، قال للناس كده: تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. الوحي في الفكر المسيحي هو ان الله تحت بسلطان الروح القدس جعل الكاتب البشري مستخدما اسلوبه في الكتابه جعل الكاتب البشري يكتب ما يريد فخرج من عن من يد الكاتب نص موحى به من الله ونص خالي من كل الاخطاء الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم